تحدثت منذ قليل عن الحراك الشعبي في العواصم الأوروبية من ضمنها إسبانيا، ليس فقط مدريد وإنما باقي المدن، لكن كيف تفسرين الفجوة الكبيرة بين المواقف الشعبية ومواقف الحكومات الأوروبية؟ أعتقد أنه في هذا العالم النموذج الذي يحرك كل العالم هو المال وليس المشاعر، مشاعر الإنسانية تجاه الشعوب الأخرى والناس، وهذا يجب تغييره كنموذج عالمي. يجب أن نضع الإنسان والكوكب في صلب كل ما نقوم به، في صلب المصالح، وهذا ما يجب أن يعلو على المصالح حتى الاقتصادية والسياسية في العالم، والناس في قراهم، في بيوتهم، في شوارعهم، من شأنهم أن يضعوا أنفسهم في مكان أشخاص آخرين، وهذا ما نقوم به في إقليمنا، إقليم الباسك، مع ما قمنا به في غرنيكا في هذه الفعالية. نحن ندري ونعلم جيدا ماذا يعني أن يكون الإنسان متعرضا للقصف بشكل لا يحاسب الفاعل بسبب تاريخنا، بسبب ما خضناه أو ما قصيناه مع الفاشيين في الحرب الآلية. إذا نحتل هذه المكانة الملعونة كقرية غرنيكا، وهي أن تكون رمزا للمعاناة، لمعاناة شعبها. ونعني من هنا أو نود أن نقول للأشخاص الذين يعانون في غزة ألا يفقدوا الأمل. من السهل قول ذلك، ولكنهم ليسوا بمفردهم، نحن من أعماق قلبنا معهم. بناء على هذه العبارة نشير إلى موقف كان متقدم لبلدية برشلونة بقطع العلاقات مع إسبانيا مع الاحتلال الإسرائيلي. هل تؤيدين خطوة من هذا النوع في مدريد؟ وهل تدعمين حديث رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن أن إسبانيا قد تلجأ إلى قرار أحادي بالاعتراف بدولة فلسطينية؟ لا أعرف الكلمات التي قالها بالضبط السيد بيدرو سانشيز، وأنا من إقليم الباسك وأدعم ما قاموا به في برشلونة تماما، وأعتقد أن الشكل الوحيد لحل هذا النزاع هو المفاوضات، هذا هو الحل الوحيد حول طاولة المفاوضات والمحادثات. ولا أعرف في النهاية، أنا فنانة أتمتع بحس مرهف، لا أخوض في بحار السياسة الغميقة، ولكنني أتمتع برأي واضح جدا حيال القضايا، وأعتقد أن المجتمع الدولي بأسره كشأن أكبر القوى أو أكبر البلدان تقول لإسرائيل أن تتوقف الآن، وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن يقام به. سؤال أخير سيدة إتيار، هل تشعرين بناء على المواقف الأوروبية والغربية المنحازة مع إسرائيل بأن هناك ما يهدد بالفعل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الأوروبي؟ وهل ترين بأنه من الممكن أن يكون لذلك تداعيات على أوروبا لاحقا؟ لا أعرف إذا فهمت جيدا السؤال. أعتقد لا أعرف، أعتقد أن كل حرب لديها تبعات على المستوى الدولي. نحن جميعا جزء من هذا الكوكب، من هذا العالم، وكل ما يجري يؤثر على العالم بأسره. ومع ما يحدث الآن في غزة، أعتقد أن ذلك يؤثر على عدد كبير هو
هنا وإنه يفطر قلوبنا. وعلى صعيد جيوسياسي ما سيحصل على كل الصعد لست على علم به، ولكن يجب أن نقر أن الشعب الفلسطيني بشكل جماعي عانى من احتلال أو من احتلال وحشي منذ أكثر من 60 عاما، وهذا يدعو كل الدول إلى الإقرار بدولة فلسطين إن لم يفعلوا حتى الآن أو ستؤول الأمور إلى مآل آخر. شكرا جزيلا لك من بلباو الفنانة الإسبانية إزيارا إيتونيو على هذه المداخلة ومشاركتك معنا.